فلتر هينور بشرتك من اول استعمال، مفيش ولا رؤوس سودا ولا رؤوس بيضاء ولا غمقان ولا بقع ولا تصبغات ولا اثر شمس ولا اثر حبوب، بجد هتنور بشرتك. لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان كل جديد يوصلك اول باول. قرص واحد هيغير حياتك. القرص ده من الحاجات الجميله جدا اللي مليانه بالفيتامين سي، بجد جميله جدا، هتنفي البشره وكمان هتشيل كل الشوائب، هتوحد اللون، هتدي نضاره حلوه جدا. كلنا عارفين ان فيتامين سي من الحاجات الحلوه قوي. بصوا فيتامين سي يا بنات من الحاجات الرهيبه جدا لتفتيح البشره ونضاره البشره وازاله البقع والتصبغات، ولو عندنا اي اثر حبوب طبعا ارخص حاجه واسهل حاجه هتديكي نفس النتيجه، وهو قرص واحد من الفيتامين سي. خدت قرص واحد وده شكل العلبه علشان الناس اللي حابه تجيب زيه، هو فيتامين سي وفيتامين جيم. بصوا هو اهو فيتامين جيم او فيتامين سي، بجد من الحاجات الحلوه قوي، بس يفضل لو عندك فيتامين سي افضل بكتير جدا. تمام، هنا هاخد معلقتين ميه ورد. تمام، بصوا هو بيدوب بسرعه. نفس الفوائد بتاعه الفيتامين سي، فانت لما تروحي للصيدليه قولي له عايزه اقراص فيتامين سي. انا هنا هبدا ان انا ادوبه لحد ما يدوب معايا خالص، شايفين هنا داب معايا خالص، هو بيدوب بسرعه جدا. تمام، هنا بقى هضيف عليه معلقه من النشا او الكورن فلاور. عايزه اقول لك النشا او الكورن فلاور من الحاجات الحلوه جدا في التفتيح والنضاره وتقليل المسام الواسعه، كمان من الحاجات الجميله جدا اللي بتمتص الدهون الزياده. احنا في فتره صيف، فتره عرق، فتره كلها يعني بهدله في البشره، فالنشا من الحاجات الخفيفه والسهله والبسيطه للبشره خصوصا الدهنيه، البشره اللي بتبقى مزيته كتير. فانا هنا حطيت معلقه وهاخد كمان معلقه نشا او كورن فلاور، ونبدا بقى نقلب كله كده. بصوا والله اللي مش هتجربها هتندم، حلوه جدا، خفيفه على البشره، بتدي نضاره، بتفتح البشره جدا، حلوه قوي. هنا بصوا انا قلبتها كويس، هضيف عليها معلقه من الحليب البودر. الحليب البودر من الحاجات الجميله اللي مليانه بالفيتامينات، كمان بيدي نضاره حلوه قوي للبشره، بيفتح البشره بكل سهوله، حلوه قوي. خدت معلقه واحده، انا فضلت هنا ان انا احط معلقه من الحليب البودر، وهو ممكن تجيبي اكياس الصغيره عادي. هنا هضيف عليها معلقه من العسل، العسل النحل او العسل الابيض، معلقه صغيره واحده بس. طبعا كلنا عارفين فوائد العسل ايه، وحلو جدا للبشرة. يا جماعة الوصفة اللي انا بعملها دي جميلة قوي للصيف اصلا، الوصفة اللي انا بعملها دي حلوة قوي في فترة الصيف في كل حاجة، تفتيح ونضارة وغذاء، بصوا كل حاجة، كل حاجة والله حلوة قوي. هبدأ بقى ان انا اقلبها كويس قوي. بصوا اللي في المصايف عايزة تفتح وتوحد اللون، جربي الوصفة دي بجد هتدعيلي. تمام، هنا بقى هضيف كمان معلقة من زبدة الليمون. زبدة الليمون دي بتتباع عند العطار، زبدة الليمون بتتباع عند العطار، ريحتها تحفة. انا فتحت الغطا الريحة مفحفحة علينا بصراحة، حلوة قوي. هاخد منها معلقة، دي خطيرة جدا، برضو غنية بالفيتامين سي، بتفتح وتوحد اللون وبتدي نضارة وبتخلي البشرة فيها نضارة حلوة جدا. لو عندي حبوب، عندي اثر شمس، غمقان، اي مشاكل في البشرة بيفتحها جدا. زبدة الليمون دي على فكرة بقدر استخدمها خام كده تحت الابيتين او منطقة البيكيني لوحدها، بجد يوميا لمدة شهر مش هتلاقي ولا سواد ولا غمقان ولا اي حاجة. زبدة الليمون دي اصلا انا هوريها للناس تاني عشان شايفين، زبدة الليمون دي من الحاجات الخطيرة اللي ممكن تستخدميها ما تستغنيش عنها خالص. هنا بقى هضيف كمان عليها معلقة من الحنة البيضة. الحنة البيضة زي ما كلمتكم عنها كتير جدا، من الحاجات التحفة في نضارة وبياض وتفتيح البشرة بسرعة جدا. طبعا الوصفة دي مش هينفع ان انا استخدمها كده دايركت، انا هقولك هنعمل ايه قبلها عشان تاخدي نتيجة حلوة قوي منها. بصوا هنا عايزة اوريكي قبل ما ابدأ الخطوة التانية، بصوا الفوم، بصوا التفاعل، بصوا القمر، شايفين؟
تتفاعلت كلها مع بعض. انا هركن دي على جنب، هجيب معايا اي طبق تاني صغنن، معلقتين من السكر. السكر بيعمل سكراب حلو قوي، بيشيل كل الجلد الميت، بيفتح البشره، بيوحد اللون، بيشيل كل الغمقان لو عندي كمان سواد، بجد حلو قوي. ده غير انه كمان بيشيل كل الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء. الخطوه دي مهمه قوي يا بنات. تمام، هضيف عليها معلقه صغننه من الحنه البيضاء. ممكن استبدل الحنه البيضاء بنشا، مفيش اي مشكله، المتاح عندك تستخدميه. وهدمج، هبدا اضيف عليها اي نوع كريم عندي، اي نوع، حاجه صغيره بس كده. ما عنديش، استبدله بعسل نحل. تمام، انا بعمل لك اسهل حاجه ممكن تكون متاحه عندك، وبقول لك على اسهل حاجه ممكن تكون متاحه عندك. ممكن كمان لو ما عنديش كريم ولا عسل نحل، معلقه من الزبادي وهبدا اقلب. بس الكريم افضل بكتير بقى بالنسبه لي، يا هو يا العسل، بيدي توحيد ونضاره، وكمان بيخلي البشره تستفاد، وغير كده كمان بيدي ترطيب. حطيت معلقه من ميه الورد. تمام، معلقه صغننه جدا، انا مش عايزه ادوب السكر. بصوا السكر عامل ازاي، كريمه. زي ما قلت لكم الخطوه دي مهمه قوي. هركن بقى ده كده على جنب واجيب اي حاجه بس عشان ما بهدلش الدنيا. اول حاجه هستخدمها وهو السكراب بتاع القمر ده، خطير. انا طبعا بعمل لكم سكرابات كتير جدا وتكون مختلفه، علشان الحاجات اللي بتبقى مش متاحه عندنا بقدر استبدلها بحاجات تانية. غير كده كمان مش عايزه اعود بشرتي على نوع معين، لا، بحب اعمل انواع كتير علشان خاطر بشرتي ما تبقاش يعني واخده على حاجه معينه، واجي اعمل حاجه تانية ما تستفادش بيها. لا، انا بحب اعمل سكراب ده مره ده مره ده مره، بجد بشرتي بتستفاد، بشرتي بتدي تنفس حلو جدا، البشره كمان بتاخد على الماسكات اللي انا بعملها. تمام، دي خطوه على فكره مهمه جدا. ببدا ان انا اعمل كده حركات دائريه، وعلى اي اماكن غامقه بقى. طبعا الوصفه دي بعملها للبشره، للوش، وممكن استخدمها للجسم عادي جدا، لمده 5 دقائق. بصوا الحبيبات خطيره. بعد كده بغسل بشرتي، عايزه اقول لك مش هتلاقي اي جلد ميت، والبشره هتبقى ناعمه وصافيه جدا. شايفين يعني هي شكلها باينه، تحسيها كده ناعمه ما فيهاش اي شوائب، اي غير مرطب ولا اي حاجه، انا لسه مرطبتش. بعدها على طول بعمل الماسك القمر اللي احنا شايفين جماله، خطير بصراحه. ببدا ان انا احطه كده، بصوا الخط تحفه، بصوا الجمال، بدهنه على كل البشره. وعايزه اقول لك ممكن استخدمه تحت الابيضين، خطير. عايزه استخدمه منطقه البكيني، تحفه، ريحته جميله جدا، زبده الليمون مخليه الوصفه خطيره. شايفين الجمال؟ بس بدهن كده يعني املى كده البشره كويس، او اي مكان هدهن فيه الوصفه، وبسيبها من ربع ساعه لنص ساعه تنشف تماما. بعد كده بغسلها. اهم حاجه بقولها كل مره، اغسل الوصفه من على وشي او على جسمي، وبعدها ارطب، لازم نرطب. لايك وشير.